واحد عايش بره يهتموا ببلده وبيهتم بحاجات زي كده يعني الماتش وحاجات دي يعني عجبنا واحنا راضين بادائهم يعني عشان اداء في جوده في الكوره ولعبوا كويس. كان في مشكله في الصوت الاول، كان في فراغ في الوسط وحصل ما حصل، بس في الشوط الثاني هم لعبوا كويس بقى والحمد لله جابوا الجول رغم انهم ضيعوا جونات كثيره، بس الحمد لله اهم شيء هو النقاط الثلاثه وحصلنا عليها هي اللي الحمد لله. يعني اي فريق او اي منتخب عايز ياخد الكاس لازم بقى يغلب او يكسب الكبار. يعني غياب مصر ده حاجه كبيره عشان ناس كتير، مثلا ناس كتير اللي مش موجودين في مصر بتسال يعني ازاي مصر يعني تغيب عن هذه البطوله. يعني ليس هناك ناجيريا مش موجوده، يعني حزين جدا والله، لاننا اين حامل اللقب واجب علينا ان نكون قد مشاهد الكاس الامم، ولكن بلدنا مش موجود. انا احب جنوب افريقيا عشان بلدي. ايوه خسرنا عشان يعني تعرف كره كده، يعني لابد ان نخسر او نفوز، بس بدانا قدمنا يعني ماشي مباراه كويس، يعني باذن الله سنفوز امام السنغال امام غانا كده. ممكن تحب الزمالك عشان رجل، ايوه رجل داش كبالة، بس نحبه كويس يعني لابد نشاهد كله ثم نحكم على من ياخذ كاسه ومن سيأخذ. يعني اعتقد يعني الاسبوع ده في الافضل فريق في الاسبوع ده الجزائر تقتاب مرتبه اولى وبعدها السنغال ان شاء الله. بحب غانا. الاسبوع الاول حاليا ده في الجزائر مرشحه والسنغال. المنتخب المصري هو مؤثر كبير في البطوله، فعدم وجود المنتخب المصري هيظهر فرق ثانيه ان شاء الله. بشجع غانا يعني. ايوه نعم. شاديين بحالهم شكاوى؟ نعم. كل اللي تشاديين بشكل مش كلهم، واحدين في واحدين بيشجعوا السنغال، واحدين بيشجعوا يعني كوت ديفوار وكده. يعني في هذه البطوله انا اتوقع يمكن يفوز كوت ديفوار او غانا في المكان. يعني انا لم اشاهد لاني مشغول بالامتحان هذا الذي منعني من المشاركه، لم يشاركونا هذه السنه لانهم يعني اصبحوا الان ضعفاء. والله نحن والله حزينين جدا لعدم مشاركتهم، لانه يعني في الزمن القديم اقوياء صح كانوا اولى الاشخاص، اما الان يعني نسال الله العافيه والسلامه. احنا بنشجع السنغال، هسه احنا بنشوف يعني ان شاء الله يعني عشان انا بمسك على الفريق بتاعنا السنغال وان شاء الله يعني هم عمش كثير. يعني هناك يعني تلفاز كبيره، نحن نشاهد كل يوم هذه المباراه وان شاء الله نتمنى ان يكون خير ان شاء الله. جنوب افريقيا يعني عشان قريب مني يعني شويه، انا احب جنوب افريقيا. انا اتوقع يعني حاليا يعني انا ممكن جنوب افريقيا بالنسبه لي مع رغم انه خسر، وانا يعني متفائل يعني منهم، وايضا غانا رغم انه خسر بالامس ولكن هو كويس ان شاء الله. منتخب جميل يعني، نحن افارقه يعني عندما نفوز على مصر يعني هناك فرحه كبيره يعني نتمنى ذلك، ولكن مش موجود دلوقتي. ماذا نفعل؟ ما فيش هناك يعني راحه ولا نتمنى مصر تبقى موجوده في البطوله. ايوه كنت اتمنى يعني ذلك عشان مصر هو بيلعب كويس. لما نحن يعني نلعب يعني مع مصري مثلا يعني يكون هناك خبره نكتسب منهم كذا يعني، وعندما نفوز عليهم يكون يعني حدث كبير. ايوه يكون حدث كبير يعني، يعني حتى مصريين يعرفون افريقيا مين يعني. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، ارحب بضيفي العزيز استاذ عادل كريم الصحفي بموقع الكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم. عادل ازيك؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد كل لله. كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب الله يخليك. عوده للبطولات بالنظام الفردي. بالظبط. تقريبا اول مره رسمي بقى خلاص. خلاص طبعا بعد 2013 اللي كانت استثنائيه خلاص هنكمل بقى 15 17 19 21 ان شاء الله خلاص
عشان نبعد عن سنوات كاس العالم بقى وسنوات كاس الامم الاوروبيه. كانت مدروسه بعنايه؟ اعتقد ان ده افضل، لان كان بيبقى في سنه دايما مع كاس العالم وسنه مع الاولمبياد او كاس الامم الاوروبيه، فده كان بيسحب الاضواء. كانت مشكله بالظبط، وكانت مشكله كمان في التصفيات، كانت بيحصل خلط بين تصفيات كاس العالم وتصفيات كاس الامم الافريقيه. ولو حضرتك فاكر في مرتين 2006 و2010 كانت تصفيات مشتركه. صحيح. ده طبعا كان مشكله، لان تصفيات الكاس العالم لازم تبقى تحت اشراف الاتحاد الدولي مش اشراف الاتحادات القاريه، فكان بيبقى مشكله في بيحصل لخبطه يعني. اتحطت كده احسن. لو حضرتك حتى خدت بالك كاس الامم الاسيويه ملعوبه في نفس الوقت، لان برضو بعدت حاولوا يبعدوها، كانت لغايه 2004 بتتلعب في السنوات الزوجيه، وبعدين برضو قرروا اول مره برضو. لا دي اعتقد ثالث مره، يعني تعرف 7 و11 ودي 15. فهي كده كده افضل، لان كده بيدي رونق اكتر للبطولات دي. لكن اتمنى ان الاتحاد الافريقي والاسيوي ينسقوا، ان ما يبقوش في نفس الوقت، بس بطولتين في نفس الوقت ده ما تقيل يعني. بالظبط. عايز اسالك انا شخصيا، بالنسبه لي غينيا للسؤال مفاجاه. مفاجأتين مهمين قوي، الملاعب وجودتها الغير عادية. انا بتفاجئ، انا قلت هيبقى في ملاعبين كويسين، كان هنا الكابتن جهاد جريشة قبل السفر وقال لي الملاعب ملاعبين كويسين قوي، البلد كلها 650 الف نسمة، لما في اربع ملاعب بالجودة دي. نمرة اتنين، العدد المهول من الجماهير اللي في كل مباراة برضو مخليني مستغرب. اعتقد ده سك نجاح للبطولة من بدايتها. تنظيميا لغايه دلوقتي يعني بغض النظر عن بعض المشاكل الصغيره اللي هي معتاده في افريقيا عموما، طبيعي. الناس اشتكت، خدت البطوله قبلها ب 50 يوم يعني، ده كتر خيرهم يعني. يعني في بعض الفرق اشتكت من الانتقالات، اشتكت من الحر، من الكلام ده، طبعا دي حاجه طبيعيه بتحصل في كل الدول الافريقيه. لكن عموما في الملعب اللي احنا شايفينه البطوله ناجحه جدا. زي ما حضرتك قلت الملاعب ممتازه، ناس كتير اتفاجئت فعلا من شكل الملاعب. صحيح. حتى كمان ملعبين اللي هم ملابوه باتا، اللي هم الملاعبين الاساسيين اللي اتلعب عليهم 2012، لا احسن جدا المره دي، الارضيه واضحه انها اتحسنت جدا عن 2012. كمان الملعبين الجداد اتحسنت، ما باظتش يعني. لا لا اتحسنت، دايما جنوب افريقيا بتبوظ الحاجه. انا كنت هقول حاجه، ان في 2012 مثلا دايما افريقيا عموما. نعم. في مباراه لو فاكر حضرتك لما سقطت امطار في ماتش ليبيا وزامبيا وتاجل وتلعب تاني يوم، كانت مشكله. المره دي واضح ان حصل تفادي للموضوع ده. الملاعب كمان بالظبط، الملاعب واضح انها كويسه جدا، الارضيه احسن بكتير. الملاعبين الجداد اللي هم ايبابيان ومونجومو، الملاعبين كويسين جدا برضو. بسرعه جدا غينيا الاستوائيه قدرت انها تجهز الملاعب بتاعتها من كل النواحي. بالنسبه للحضور الجماهيري، فطبعا برضو دي كانت مفاجاه لناس كتير. الملاعب كلها مليانه على اخرها. في حاجه ظريفه جدا عملتها الحكومه، او بمعنى اصح الرئيس في غينيا الاستوائيه تيودورو اوبيانج، ان هو اشترى 10,000 تذكره لكل في كل مجموعه، يعني في كل مدينه من الاربعه. يعني بقى 40,000 تذكره في كل جوله، في كل جوله، يعني كل مباراه فيها 10,000 تذكره. مظبوط. ووزعهم على الناس بالمجان، وطالب وطالب بقيه الاغنياء في غينيا الاستوائيه ان هم يعملوا كده ويوزعوا بقيه التذاكر. وده حصل غالبا، ده حصل، لان واضح الملاعب مقفوله. بالظبط. كمان حصل الاحتياطات عشان موضوع الايبولا في المطارات، والظريف جدا ان الفريق الطبي اللي موجود في المطارات في غينيا الاستوائيه فريق مصري. يعني الفريق الطبي اللي بيعمل كشف الايبولا في المطار فريق مصري، هو اللي سافر من هنا بالاتفاق مع وزاره الصحه العالميه، وهو عمل عشان خاطر يتفادوا موضوع الايبولا ده. وده اللي كنت اتمنى المغرب كانت تفكر فيه، يعني بدل ما البطوله راحت من المغرب والعقوبات منتظر على المغرب، كان ممكن يفكروا في النقطه دي ويحلوها، وكانت البطوله هتنجح زي ما هي فعلا ناجحه جدا دلوقتي، ناجحه الحقيقه بشكل يخض الحقيقه، وبنحيي غينيا الاستوائيه يعني. أكيد. بس ده خليني ارجع، يمكن انا كنت من الاصوات القليله جدا في وسط دوشه شديده، يمكن حتى البعض تخيل ان انا بتكلم بنقده هو، لكن كنت بقول انه ليه مصر ما تستضيفش البطوله؟ ليه احنا بنتصارع على 2017 احنا والجزائر والجابون، وعندنا فرصه في ايدينا والدنيا كامله عندنا، ما عندناش ازمه، عندنا ملاعبنا، عندنا فنادقنا، الجماهير راحت، اللعيبه راحت، البطوله اشتغلت، والقبوله راحت يا كمان. بالظبط. زي ما قلت لحضرتك، ما دام عملت احتياطات كويسه كان سهل قوي انك تنجح بطوله في اي مكان، وده اللي عملته غينيا الاستوائيه فعلا. مع قله امكانيات. بالظبط. لكن جابوا مستشفيات والدكاتره المصريين موجودين في المطار هناك، وامين بدورهم على اكمل وجه، وحاجه زي الفل يعني. انا عندي فريق واحد بس هو اللي جاي من دوله فيها ايبولا، اللي هو غينيا. كان اعتقد ان حصل كمان بعض المحاذير على حضور الجمهور الغيني للمباريات، او الناس اللي تيجي، وما جاتش بكميه كبيره جمهور من غينيا. بقيه الدوائر ما كانش فيها مشكله. الدنيا متنظمه زي ما قلت لحضرتك بطريقه واضحه جدا وطريقه كويسه جدا. اغلب الجمهور اللي موجود من الدول المجاوره، جاي من الجابون، جاي من كوت ديفوار. احنا مصر بعيد عليهم يعني، كان هيبقى مش سهل يعني. بالظبط يعني. لا يعني انا متفق مع حضرتك، وكنت شايف ان كانت فرصه كويسه جدا. لكن يعني اتمنى ان احنا ننظم الدوري عندنا الاول. الناس نازله والناس طالعه. 2017 هنا بريده هنا قال لي فرصه الجزائر اكبر بكثير، قال لي توقع للرولز
للرولز واللوائح الصعب جدا بالنسبه لنا. لان الجزائر كانت اقرب كمان في 2019 2021 وفوج يعني كتير قوي فوجئوا ان هي ما خدتش واحده. ده صحيح. ده صحيح. فاعتقد ان خلاص البطولات متنظمه 21 يعني احنا نبدا نفكر من 23 2023 يعني. بالظبط. فاعتقد ان الجزائر فعلا هي فرصتها الاكبر لتنظيم 2017. عموما كلهم دول عربيه جميله شقيقه، نتمنى لهم يا رب التوفيق. ده المنتخب الكاميروني اللي تعادل في اول لقاءاته. تعرف روح شويه في المباراه بتاع سوق الحاجات حضرتك على الدكاتره المصريين حتى علم مصر على الجاكيت. برافو عليك. صح. ده البعثه الطبيه المصريه اللي موجوده اللي بتعمل الحظر على الاولى في كل الناس اللي داخله البلد. الدكتور شكله عصام الحضر فشكله اخوه من دمياط ولا حاجه. والناس اهي في استقبال الفرق الجاليه الكاميرونيه او الجماهير الكاميرونيه اللي كانت سبقت بنور الناس يعني انه موجودين والناس الحياه مستمره ويعني ما فيش مرض يقدر يوقف الناس. انت فاكر ايام الايدز لما برضو الدنيا قامت وما قعدتش الدنيا عامله ازاي واربع ظباط ولا بتاع هم اللي موقفين الدنيا كلها. الاتوبيسات فخمه جدا. الفنادق بيقولوا مش بطاله لا باس بيها يعني. الرعاه بتاع الاتحاد الافريقي موجودين. العالم بتاع الكاميرون موجود بشكل جيد يعني. طيب خلينا نبدا من النهارده من المباراتين النهارده. المباراه الاولى انتهت بالتعادل للمنتخب الغيني الاستوائي صاحب الملعب والجمهور مع فريق بوركينا. تبقى المباراة الثانية اللي هتجمع ما بين الجابون والكونغو. شايف الدنيا ماشية ازاي؟ الجابون بعد فوزها في المباراة الاولى تصور انه يعني النهاردة حتى التعادل اللي هيبقى كويس بالنسبة لها او الفوز خلاص يضمن صعودها. غينيا الاستوائية عندها فرصة، بوركينا عندها فرصة. المجموعة دي ماشية ازاي؟ هي المجموعه قريبه قوي من بعض وده يعني كل البطوله تقريبا. الحقيقه مستوى متقارب جدا السنه دي. نعم. البدايه كانت طبعا بتعادل غينيا الاستوائيه مع الكونغو في المباراه الافتتاحيه. غينيا الاستوائيه كانت كسبانه لغايه الدقيقه 84 87 او 87 بالظبط لغايه ما بوفوما حط هدف التعادل. غينيا الاستوائيه برضو الناس اللي متفاجئه بمستواها، لكن هي في 2012 صعدت لدور الثمانيه بالظبط يعني برضو كانت كسبت السنغال وكانت كسبت ليبيا ساعتها. ووصلت دور الثمانيه، خسرت من زامبيا في المجموعه وخسرت من كوت ديفوار في دور الثمانيه. لكن هي فريق كان طبعا عنده مشكله كبيره قوي في السنين اللي فاتت موضوع التجنيس. كان جالهم مدير فني برازيلي في 2005 وقال لهم انتوا مش موجودين على الخريطه فهجيب لكم لعيبه برازيليين وياخدوا الجنسيه. وده حصل فعلا. ثم بعد كده لما حصلت مشكله طبعا وهم توقفوا، حتى لو حضرتك فاكر هم خرجوا من التصفيات دي بسبب موضوع التجنيس احد اللاعبين الكاميرونيين. فبداوا يبصوا على المهاجرين بتوع غينيا الاستوائيه. فهو في 19 لعيب من ال 23 اللي في المنتخب مولودين في اسبانيا وعايشين في اسبانيا. بس جذورهم بتعود لغينيا الاستوائيه يعني. جده جدته والدته. هم ابتدوا يدوروا في الناس دي اكيد. مش هيلعبوا منتخب اسبانيا. بداوا يشوفوا مين اللعيبه دي ورجعوهم تاني وادوهم جنسيه البلد. هم اساسا جذورهم تعود لغينيا الاستوائيه. وادوهم الفكره دي. ابتدت طبعا ده علا جدا مستوى الكوره في البلد. خلى شكل المنتخب كمان كويس. بالظبط. جابوا مدربين كويسين يعني. كان اللي كان ماسك الفريق قبل المدرب الارجنتيني ده كان جويكوتشيا اللي هو كان طبعا احد يعني اللعيبه المشهورين جدا في اسبانيا. عمل مشكله مع الاتحاد وساب الاتحاد. فجه بيكر المدرب الارجنتيني. مسك الفريق يمكن قبل بشهر واحد بس. لكن واضح ان هو ماشي معاهم كويس. هم عملوا ماتش حلو قوي في الافتتاح. ده صحيح. النهارده التعادل برده نتيجه كويسه لان بوركينا فاسو فريق مش صغير، فريق مش قليل. النقطتين اعتقد كمان لو الجابون قدرت تكسب الكونغو وصعدت اعتقد الجابون ممكن تلعب بنص الفريق حتى تبقى ضامنه المركز الاول كمان. الاول لان ست نقط والثانيه نقطتين ونقطه، فما هي خلاص هتبقى ضامنه المركز الاول لو كسبت النهارده. في حاله النهارده لو الجابون كسبت خلاص ضمنت المركز الاول فعلا مش عايز الكلام فهتبقى اعتقد ممكن يعني كمان الاعتبارات بقى البلد والارض والجمهور ان ممكن غينيا الاستوائيه تصعد مع الجابون في الحاله دي. طيب خليني اخد معاك تونس يعني. بدايتها مع راس الاخضر هي انا ما استمتعتش خصوصا الشوط الاول. الاداء كان ضعيف جدا. راس الاخضر كانت افضل بكثير. سواء ضربه الجزاء فيها شك انها من بره اللي اتحسبت عليه، الاتحاد الافريقي رفض تماما مناقشه الخطاب الاعتراض اللي كان موجود وقال لهم هي دي كره القدم بحلوها ومرها وباخطائها وبايجاباتها وسلبياتها. لكن شايف تونس ممكن تروح لحد فين؟ صابر خليفه وفخر الدين بليوسف اللي اصيبا قبل السفر مباشره شايف مؤثرين لدرجه قد ايه؟ وهل البطوله دي هل المجموعه دي ممكن فيها بعض المفاجات؟ هو تحديدا طبعا فخر الدين بن يوسف لان اصابه في وقت جداً صعب جدا. صعب قوي. لان فخر الدين من احسن لعيبه افريقيا كان مش تونس بس في الوقت الحالي. صحيح صحيح. جينا طبعا مكان احمد العكايشي طبعا مع احترامنا ليه بس احمد العكايشي ما عندوش الخبره الدوليه الكبيره ما لعبش كتير مع المنتخب. الوقت كمان صعب قليل قوي طبعا.
تونس حتى في التصفيات ما كانتش المقنعه قوي يعني. كان صحيح ما تصدر المجموعه بتاعتنا لكن ما كانوش هم برضو مش دي حاله تونس, مش ده مش ده فريق تونس. يعني السنغال اعجبتنا او امتعتنا اكتر من تونس. بالظبط. جورج ديكنز المدرب البلجيكي اداؤه دفاعي شويه متحفظ عشان يعني. كده الاعلام التونسي برضو مش راضي عنه. بالظبط. رغم تأهله في دوره المجموعه, فوزوا على مصر ذهابا وايابا, فوزوا على السنغال في العوده وتعادلوا هناك. مزبوط. لم يخسر ولا مباراه في التصفيات, لكن تشعر انه ما فيش حالة مودة بينه وبين الإعلام التونسي. لأن زي ما قلت لحضرتك دايما زي أمير زمان كانوا بيحبوه زمان لحد ما قلبوا عليه بعد كده. بالظبط. لأن تونس دايما معودانا إنها بتلعب كرة هجومية وكرة سريعة. صحيح. إنما هو ليكنز معتمد قوي على الدفاع وبيحاول يخطف جون ويرجع يقفل عليه. وده حتى في مباراة الراس الأخضر ده اللي حصل. يعني الشوط الأولاني الراس الأخضر سيطرة تامة في الملعب. تونس ضغطت بس ربع ساعة في الشوط الثاني, حطت الهدف ورجعت ثاني للدفاع. مظبوط. يعني حتى رغم إن ضربة الجزاء فيها كلام لكن أعتقد التعادل مستحق للراس الأخضر على الأقل, كان التعادل. حتى يعني المعلق المباراة التونسي رؤوف خليف كان بيقول النتيجة يعني عادلة جدا, ان احنا ما نستاهلش نكسب. صحيح. الفريق الراس الاخضر على فكره برضو من الفرق جدا انا بستمتع بيها عشان تبقى بيقدم كره حلوه قوي. يعني لعيبه واضح ان هي صحيح مش مشهورين في افريقيا لكن بيلعبوا كره للمتعه. عملوا طبعا البطوله اللي فاتت وصلوا دور الثمانيه, عملوا بطوله حلوه جدا. تصفيات كاس العالم لولا خطا اداري كان المفروض ان هم اللي هيوصلوا المرحله الاخرانيه. مظبوط. استبعدوا لحساب تونس. بالظبط. نعم. ما كانوا وصلوا يعني كوره هم وصلوا صح. في البطوله دي المجموعه صحيح الناس كتير قوي لما سمعت المجموعه قالت تونس وزامبيا هيصعدوا. شخصيا شايف ان الراس الاخضر والكونغو الديمقراطيه هم الاقرب يعني هم لان هم بيلعبوا كره احلى. الكونغو الديمقراطيه معتمده على لعيبه محليين, لعيبه فيتا كلوب ولعيبه مازيمبي, زائد مجموعه من المحترفين في انديه كبيره يعني عندهم يوسف ملومبو بيلعب في وست بروميتش, عندهم يانيك بولاسي بيلعب في كريستال بالاس. يعني هم معتمدين على التوليفه اللي احنا كنا عاملينها في الدفاع. لسه بكتب لك السؤال انه ده تقريبا توليفه مصر 2006. بالظبط. يعني عندي 3 4 محترفين في انديه كويسه مع مجموعه محليين عملوا مشوار حلو قوي في دوري ابطال افريقيا. فيتا كلوب وصل النهائي. كمان هم عاملين تجربه حلوه ان هم جابوا مدرب فيتا كلوب فلوران ايبانجي, هم مسكوه المنتخب. مسكوه كويس. يعني مسك هو في التصفيات كان ماسك الفرقه, كان ماسك فيتا كلوب ومسك المنتخب في التصفيات. وكمل معاهم للبطوله. فعامل توليفه حلوه جدا في مباراه الاولانيه بتاعتهم مع زامبيا, كان هم الفريق الافضل طول المباراه. مظبوط. اتخطفوا الجون بعد دقيقه وثانيتين يعني في اول الماتش على طول, فده كان اثر عليهم شويه لكن هم الاحسن طول الماتش. اتعادلوا كان هم الاقرب للمكسب. كان اقرب. بالظبط. فبقول يعني انا شخصيا من المستوى من قبل البطوله حتى وفي البطوله الراس الاخضر والكونغو الديمقراطيه احسن فرقتين من المجموعه دي. طب خلينا نروح للمجموعه الاهم, يعني الاهم لانه مجموعه تقيله جدا. مجموعة الجزائر, جنوب افريقيا, السنغال, وغانا. بعد كده اروح لساحل العاج والكاميرون وكانهم يعني مقسومين لبعض او متولفين لبعض ومعهم غينيا ومالي. لكن اسالك عن المنتخب الجزائري الحقيقه, يعني الشوط الاول جنوب افريقيا عملت مباراه ولا اروع الحقيقه. هدف جميل, ضربه جزاء اضعوها, سيطره تامه. برايك تحول المباراه في الشوط الثاني, فوز كبير للمنتخب الجزائري, مش بتعادل بس, لا تعادل ثم هدف ثاني ثم هدف ثالث, هل كان توفيق فقط لا غير ولا منتخب الجزائري سماته صفاته تسمح له انه يصل لبعيد في هذه البطوله؟ حضرتك قلت يعني جبت الخلاصه في الكلمه الاخرانيه. ده فريق بطوله. ده فريق بطوله. ده فريق كبير. يعني انا في أسوأ حالاتي وبكسب 3-1 ويبان للناس المكسب سهل. نعم صح. الجزائر فعلا كانت في أسوأ حالاتها في المباراه. نعم. والجزائر داخله البطوله وكل الناس اللي متابعه بتقول ده المرشح الاول للفوز بالبطوله. نعم. وهو تصنيفا اعلى فريق في افريقيا في الوقت الحالي. لكن فعلا البدايه كانت صعبه قوي. الشوط الاولاني زي ما حضرتك قلت وان سايد جيم لجنوب افريقيا. لو البنالتي جت المباراه اتغيرت. بالظبط. يعني لو الحكم طرد المدافع اللي عمل بنالتي كانت تبقى الدنيا اصعب. بالظبط. هدف وضربه جزاء بعديها على طول بدقيقتين كان كان خلاص هينهوا المباراه. مظبوط. الماتش اتقلب. الجزائر يعني يمكن ضربه الجزاء اديتها برضه حظوظ ان هي لا انا لسه في المباراه. بعدها يمكن مفيش ب 10 دقايق اللعيب حط هدف في نفسه, ده قلب الماتش تماما بقى. نعم. خلاص. الثقه عند لعيبه الجزائر اعلى. جنوب افريقيا رغم انها قدمت مستوى حلو جدا لكن ده فريق صغير. فريق شاب جدا, حتى المدرب بتاعه ابراهيم مشابا ده مدرب منتخب الشباب اساسا. مسكوه الفريق الاول من حوالي 4-5 شهور. يعني برضو تجربه. يعني كنت عايز اتكلم معاك بس لما نخلص المجموعات في نقطه الفرق. لا بالعكس. تختار لا بالعكس. تختار مدربها ازاي؟ لا اتكلم بالعكس, دي نقطه مهمه. مش يعني مشكله نبقى نرجع للمجموعات بعد كده. لان احنا دي اللي احنا داخلين عليه. يعني ده اللي احنا داخلين عليه. تختار المدرب. جنوب افريقيا عندها فرقه شابه. فرقه صغيره ما فيهاش كل العناصر الخبره كلها راحت خلاص مش موجوده. اللي اعتزل والحارس اللي توفى سينزو ميويا ده. يعني فرق جدا معاه. طبعا فرق جدا. حارس المرمى هو اللي خسرهم. خسرهم طبعا. بس نال الهدف الاول يعني. بالظبط. نعم. ففرقه شابه, هو بيكون فريق شاب, فجاب مدرب منتخب الشباب اللي كان ماسكهم. عمل هو بيكمل بيهم وعمل بيهم تصفيات كويسه جدا.
ووصل بيهم للبطوله. على عكس مثلا فرقه زي كوت ديفوار، فرقه زي كوت ديفوار عندها عناصر اعتزلت زي دروكبا، وعندها عناصر الاغلبيه موجوده زي توريه زي كولو توريه زي جيرفينيو. فهو فكر في مين؟ فكر في مدرب متعامل مع فريق بطوله. فجاب ايرفيرو نار اللي واخد البطوله قبل كده مع زامبيا. على مثلا عكس مثلا فرقه زي كونغو الديمقراطيه عندها عناصر محليه فجاب مدرب فريق محلي. فهي الفكره في كده، الفكره انا عايز ايه؟ انا مش بجيب اسمه وخلاص. كل فريق في افريقيا بيفكر انا دلوقتي بعمل ايه؟ مرحله تتطلب ايه؟ بالظبط. يعني فرقه السنغال مثلا، السنغال كانت مختفيه تماما عن الساحه الافريقيه. صحيح. وبيحاول يكون فريق من اول وجديد، فجاب مدرب عنده الخبره دي وعمل ده مع فرقتين قبل كده. الان جيريس اللي عمل كده مع الجابون وعمل كده مع مالي. فقدر ان هو عمل الفرقتين دول، فالسنغال بتعمل نفس الفكره على نفس التجربه، فراحت جايبه واحد عنده من نفس التجربه. زمان كانوا بيقولوا الجماعه دول ما بيعرفوش يفكروا ولا دلوقتي اللي انت بتقوله ده عادل بيؤكد انه الناس دي لا بجد عندها بتدرس وبتذاكر وعندها فكر وعندها رؤيه. قد تنجح قد تفشل، لكن عندنا صراع لا مصري لا اجنبي، لكن الاسس مش موجوده خالص. هي اصلا فكره ان الاتحاد يقعد يجتمع ويصوت مصري والاجنبي دي في حد ذاتها كارثه يعني. لان انا محتاج ايه؟ ما انا محتاج ايه؟ ده عندي حد مصري يعمله خلاص يتفضل. مظبوط. عندي حد مصري كفء يتفضل، عندي حد اجنبي هو اللي محتاجه في الوقت الحالي يبقى هو يجي يعمل. احنا لغايه دلوقتي حتى بنقول ايه؟ احنا هنتفرج على البطوله وهنشوف مين اللي وصل مربع الذهب ونتفاوض معاه. يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا، مفيش حاجه اسمها كده. كل واحد ما يوصلش يكون هايل وعامل شغل هايل. بالظبط. يعني يطلع من الدور الاولاني يكون عامل شغل هايل يعني. احنا بنتكلم برضو فكره انا محتاج يعني، انا الفتره الجايه عندي فرقه بكونها ولا عندي عناصر خبره ولا عندي مزيج من الاثنين، ما لازم اشوف انا عندي ايه ومحتاج ايه. هو التحدي يجنن بصراحه. طيب عايز ارجع تاني للمجموعات لانه ده مهم قوي، بس خلينا نروح عندنا زميلنا العزيز اسامه امام عمل مجهود كبير جدا ولقاءات، عندنا لقاءات مع بعض من لعيبه السنغال، ثم نذهب الى فاصل ونعود الى هذا الحوار الجميل مع عادل كرايم. The game it was a very good game. One of the great team in this tournament and yeah. Senegal also have good chance like Ghana and finally Senegal win is more important for us. I'm fine, little bit injury, but now I can say I'm 100%. I'm waiting for the next game. Yeah, every time I send message to the coach, great game, great victory. Yeah, behind you. When you play first game like this and we were 1-0 down and we come back winning the game, it's a really good feeling. What's it like in Mongolia? What are the conditions like? Are you enjoying it here? Of course, yeah, it's nice. We're enjoying it, but it's really hot.